هو بالنسبة للحل في الأزمة الليبية، أنا لا أعتقد أن هناك حل سهل أو قريب، لأن في عدد كبير من الدول اللي متدخلة في الشأن الليبي، الدول الأجنبية، وهذه الدول مصالحها متناقضة بشكل كبير ومتقاطعة، وليس من السهل تقريب وجهات نظرها، وبعضها يفضل أن تظل الحالة جامدة كما هي عليه. أما السيد باتيلي فأنا أعتقد أنه قاعد يحاول يقلد ستيفاني في آخر محاولة ناجحة قامت بها، اللي هي حوار جنيف، وهي كانت ناجحة حتى انتهت، يعني عندما انتهت أصبحت محاولة من الماضي، وأصبح كل أطراف الليبية عارفين تفاصيلها. وأعتقد أنه سيظل يمرر الوقت ولن ينتقل إلى أي محاولة جدية لحل الأزمة، وبالتالي أتوقع استمرار الجمود في الحالة السياسية الليبية. للأسف ليست هناك حلولا سياسية أو خيارات سياسية، بما في ذلك يعني مبادرة باتيلي التي تسعى لجمع الأطراف الخمسة الرئيسية في البلاد. و يعني هناك إمكانية لي، وهو ما يستدعي إمكانية أو الذهاب إلى انتفاضة شعبية تزيح كل هذه الأطراف الموجودة في المشهد، وممكن أن تكون حلا لمعالجة الانسداد السياسي الحالي. أيضا الانتفاضة الشعبية بالرغم من استخدام العديد من الأطراف الحاكمة حاليا القبلية كأداة قوية لحفظ الولاءات والاستقطاب السياسي، هناك ما تزال هناك يعني قوة لدى الشارع الليبي والشعب الليبي، يمكن أن تجبر إلى حد كبير هؤلاء يعني الطبقة الحاكمة الموجودة الآن في البلاد، لكن يحتاج إلى ذلك إلى بعض العوامل التي لا يتسع المقام لذكرها. لكن هناك فرصة للشعب يقول كلمته تجاه هؤلاء الأطراف. مع الأسف أيضا من الأشياء التي يعني أدت إلى تقليل تأثير الشارع على الطبقة الحاكمة هو يعني الاستقطاب القبلي أو بعض الشيوخ القبائل الذين يعني يلعبون أدوارا تتجاوز العامل الاجتماعي او على الاقل ما يمكن ان نسميه يعني دورهم الاجتماعي الى ادوار سياسيه وتحكيم او تحكم بالقبائل واستخدام هذه القبائل او توظيفها سياسيا لاغراض سياسيه او لاغراض تخدم بعض القاده السياسيين او العسكريين في البلاد. كذلك ان هناك مشكله اساسيه في البلاد تكمن في ان هذه الاطراف الخمسه في الاساس التي تعاقبت اليه إلى طاولة الحوار هي لا تريد يعني خروج من المشهد بشكل نهائي، وما تزال لديها رغبة جامحة في البقاء في المشهد في يعني استثمار هذا البؤس الذي نعيشه على المستوى الإنساني مثلا أو حتى السياسي. يعني البيئة السياسية الرديئة في البلاد الآن هي تمثل فرصة حقيقية لهذه الأطراف للبقاء، مع ضيف إلى ذلك أن باتيلي نفسه ليس لديه أدوات كافية للضغط على هذه الأطراف، وهو ما يمكن يعني ما أدى جميعه إلى يعني ترك الحالة أو بقاء هذه الحالة وعدم وجود على الأقل أفق حقيقي لاستشراف يعني مستقبل سياسي للبلد يتعلق بالانتخابات والخروج من الانسداد السياسي الحالي.